أهلا بكم. 5.6 على سلم ريشتر هي قوة الهزة الأرضية التي شعر بها سكان إقليم الدرويش هذا اليوم، وامتدت شدتها إلى المناطق المجاورة خاصة إقليمي الناظور والحسيمة المحاذيين. امتدت أيضا لكن بشدة أقل إلى البلدان المجاورة. البؤرة حددت بعيدا عن سواحل الدرويش ب 38 كيلومترا فقط وعلى عمق 17 كيلومترا. من الحسيمة نتابع ريبورتاج فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. تزامن توقيت الهزة وصلاة الجمعة وتحركت الأرض بضع ثوان فقط، لكنها خلفت الخوف في القلوب. الجميع أحس بقوة الهزة هنا بمدينة الحسيمة والنواحي، مؤكدا ذلك المعهد الوطني للجيوفيزياء الذي أعلن أن الهزة بلغت قوتها 5.6 على مستوى مقياس ريشتر. ما كاينش شي خوف ولا شي هلع كبير في المدينه، لانه الزلزال مدينه الحسيمه منطقه زلزاليه من بكري، يعني والفنا هذه الهزات هذه. غير شويه كما قلت لكم راه كانت الهزه شويه كانت قويه اليوم. علينا ان نستمر في الحياه، والهزات راه مره في شهرين كنحسوا بالهزات. هذه هزه قويه فعلا، ولكن هذا هو انا كنظن هذا هو الحد الكبير ديال الهزات اللي عندنا. الهزه كان مركزها كالعاده عرض ساحل اقليم الدرويش، وتوقيتها كان على الساعه 1:35 دقيقه. عاش رجتها ساكنه اقاليم الدرويش والحسيمه والناظور. خبراء علم الزلازل يؤكدون ان الهزات الارضيه المتكرره هي أمر عادي في منطقة سلسلة الجبال الريف حديثة التكوين. المنطقة أصلا كتموضع على واحد الحزام زلزالي، ومن حسن الحظ أننا من دابا كنعيشوا بشكل دوري واحد الحركات الزلزالية. هذا كيخلي أن الأرض أو الضغوط اللي كتواجد بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأورو آسيوية أنها كتحرر الضغط اللي كاين. لا أضرار مادية ولا خسائر في الأرواح في الأقاليم الثلاثة الحسيمة والناظور والدرويش. الحياة تعود إلى طبيعتها بعد كل هزة، ودعوة المختصين إلى عدم نشر الخوف والذعر في نفوس الساكنة التي تعلم أن الهزات الأرضية المتكررة ليست سوى نتيجة طبيعية لحركية الصفائح التكتونية في منطقة نشيطة زلزاليا ذات تكوين جيولوجي حديث.